السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في القناة ديالي مملكة الهجرة. في هذا الفيديو بغيت نتكلم لكم على حساب فرنسا. البارح داروا اجتماع رئيس مينيستر الوزير ديالها ديال لي زافير اترونجير لوزارة الخارجية جون ايفيس لودريان، داروا اجتماع وخداو اون ديسيزيون باش يحلوا لي فرونتيير ديالها في واحد في شهر سبعة كما كتشوفوا هنا. من واحد في شهر سبعة بالنسبه لهم كاتبين لي ديفيرون بي تيرس، ولكن غيعطيو الاولويه لي زيتوديون انترناسيونال، هما هذا كما كتشوفوا هنا الطلبه اللي كيقراو. لي زيتوديون انترناسيونال سورو اوتوريزي كيل سو سوا لور بي دوريجين افي لور ان فرانس لور موداليتي داكوي سورو فافوريزي لور دوموند دو فيزا اي تيتر دو سيجور سورو تريتي اون بريوريتي. En ce qui concerne les frontières intérieures européennes, le ministre confirme que les frontières européennes ont déjà été ouvertes. Les frontières extérieures sont les étudiants. Les étudiants 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 sont يعني بالنسبة للطلبة اللي واحدين في المغرب ولا اللي باغيين يمشيو يقراو في فرنسا ولا شي حاجة، عندهم الحق يمشيو أبارتيغ كما قلت لكم من 1 يوليوز. هادي يعني هاد الخبر هذا تناولوه بزاف ديال المواقع ولكن ما شرحوش فيه، منهم الموقع ديال منهم عفوا الصحفي اللي كاين في ميدي ان تي في، ولكن ما قالش بأن هذا خاص غير بالطلبة. قال ان زعما غيحلوا لي فرونتيير، ولكن انا كنقول لكم هنا كاتبين في السيت خاص غير بالطلبه كيلكو سوا كيما كان البي ديالو، يعني سواء المغرب ولا الجزائر ولا تونس الشقيقه او مصر، يعني المهم اوغ ليسباس شنغن ابتداء من واحد في شهر سبعة غادي يكون عندهم الحق باش يسافروا ويجلسوا يقيموا في اوروبا بطريقه شرعيه. وتا بالنسبه للطلبه اللي غيقدموا الملفات ديالهم عن طريق كومبليس فرونس، هما غيديروا معاهم الاجراءات باش يسهلوا لهم باش يمشيو حتى هما ويلتحقوا بالسنه الدراسيه الموفقه باذن الله تعالى. هذا الخبر هذا غير شفتو هو يعني جبته لكم حتى لعندكم باش تشوفوا المعلومه كيفاش كتوصل. المهم الخوت ما نطولش عليكم، تهلاو في راسكم، واللي جديد في لاشين معنا هنا يتابونا ويدير تفعيل الجرس باش يبقى يوصلوا الجديد كما ديما. يلا الخوت تهلاو في راسكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.